السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة جميلة جدا للتخسيس، وصفة رائعة ونتائجها جميلة، مش بس للتخسيس، لا ده كمان بتحميكي من امراض كتير قوي، وان شاء الله هنقولها مع بعض دلوقتي في الفيديو بتاعنا، وهقولك ازاي تستخدميها. يلا بينا، خليكم مع جيجي علشان نعرف وصفتنا ونعملها مع بعض. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. انا هحتاج النهارده ان شاء الله في الوصفه بتاعتنا حبه واحده من الخيار، حبه واحده من الخيار، ولو انت حابه تزودي اكتر من كده عادي خالص ليكي تزودي اكتر من واحده، ممكن تستعملي خيارتين او ثلاثه، يعني ليكي لحد 400 جرام هتستخدميهم، يعني بما يعادل نص كيلو خيار، بس انا هعملها معاكم دلوقتي بخياره واحده، لو انت حابه تزودي زي ما قلت لك هتزودي. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ كل اللي انا هعمله هغسل الخياره طبعا كويس جدا، وبعد ما اغسلها هقطعها شرايح بالشكل ده، انا قطعتها اهو زي ما انتم شايفين كده. طيب انا هستخدمها بقى ازاي؟ انا هقولك دلوقتي على طريقتين هتستخدمي بيهم الخيار للتخسيس وهيديكي نتيجة كويسة جدا. لو انت هتستخدميه بالطريقة دي يبقى لازم تاكلي لا يقل 3 او 4 خيارات قبل ما تفطري، ده بالنسبة للفطار. برضو قبل الغداء هتاكلي برضو بما يعادل 300 او 400 جرام من الخيار، هتقطعيه شرايح كده وهتاكليه قبل كل وجبة بنص ساعة. طيب لو احنا هنستخدمه كوصفة هنعملها دلوقتي مع بعض. لو هستخدمه كوصفة هقطع الخيار برضو زي ما انتم شايفين كده شرايح، وهجيب علبة واحدة من الزبادي، اي نوع زبادي عندك، وهبدأ اضيفها على الخيار الشرايح اللي انا قطعته ده بالشكل ده. انا ضفت علبة الزبادي اهي على الخيار، هنقلبها كده، ولو عايزة تضيفي علبتين عادي برضو ممكن تضيفي علبتين من الزبادي على الخيار، ولو عايزة تقطعي الخيار مكعبات صغيرة علشان تقدري تاكليه وتبلعيه برضو هيبقى كويس معاكي. زي ما احنا شايفين كده دي هتبقى الوجبة بتاعتي اللي انا هاكلها قبل الفطار وقبل الغداء، ان شاء الله نتائجها جميلة جدا جدا، اسمها سلطة الخيار بالزبادي. سلطة الخيار بالزبادي تحفة للتخسيس يا بنات، لا يقل عن 6 كيلو ان شاء الله كل اسبوع لو وظبطي عليها، رائعة جدا جدا. طبعا ده بالاضافة الى تقليل الحلويات والدهون، لان الحلويات والدهون بتعمل سمنة وبتعمل دهون في منطقة البطن. حبيب قلبي دي كانت الوصفة بتاعتنا، لو وظبت عليها ان شاء الله تديكي نتيجة كويسة جدا. لو انت مش حابة تاكلي الخيار بالزبادي بالشكل ده، هتاكلي تقطعي الخيار شرايح وهتاكليه قبل كل وجبة بما يعادل من 3 لـ4 خيارات، ويكون حجمها كبير بالشكل ده زي ما انت شايفة. الخيار رائع جدا للتخسيس، وكمان مفيد جدا لعسر الهضم والامراض الروماتيزم، ممتاز جدا جدا، وبحثي عن فوائده وان شاء الله تستفادي جدا من الخيار ده. الوصفه دي طعمها لذيذ قوي وبتجيب نتائج كويسه، وتغير انها ان شاء الله يعني بتنزل في الاسبوع لا يقل عن 6 كيلو. جربيها وهتستفادي بيها باذن الله. حبيب قلبي يا رب وصفتنا النهارده تعجبكم وتستفادوا بيها. اذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، شيروا لكل اصحابكم على الفيسبوك وجوجل بلس واتساب وانستجرام، وان شاء الله استنوني في وصفه جديده، وما تنسوش لايكات كتير لجيجي، واشوفوا فيديو جديد مع جيجي كل حياتي. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.